فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا دون أن يرفع يديه قبل الركوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا دون أن يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع، يقول فهل يقال إن ترك رفع اليدين في الصلاة من السنة؟ أعد السؤال. يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم، وين لقاه هذا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.